رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل اللواءين محمود الصبيحي وفيصل رجب. اللواء الزبيدي يدشن أعمال اللقاء التشاوري للمكونات السياسية الجنوبية. بتوجيهات من المحافظ بن ماضي، مدير كهرباء ساحل حضرموت يتفقد سير أعمال إنجاز الخط الناقل للتيار الكهربائي لربط غيل باوزير بمحطة توليد الريان المركزية. الوكيل العامري يدشن فعاليات أسبوع المرور العربي بمدينة سيون. الأجهزة الأمنية توضح حادثة إصابة طفلان بمغذوف بمدينة الشهر.